بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدين الكرام على بركة الله وتوفيق شوطنا السادس ينطلق والمنتجين لننطلق مع هذه الشعارات الحاضرة مع هذه الأسماء المتواجدة في صباح هذا اليوم. مقدمة الشوط وأول المراكز أتابع في هذه اللحظات الشهينية بشعار أحمد بوسلطاب الرشيد السويدي على أول المراكز وعلى أول التحديات. المركز الثاني القادمة والحاضرة هنا أتابع غيدة لسعيد بن محمد بن طويل بن منصوري يقدمها مع المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث من الجانب الأيمن هناك التدخل والتواجد والحضور من ندى سالم بن سعيد بن غافان الجوبري من يقدم لنا شعاره. بينما المركز الرابع القدوم مع مياسة راشد بن سالم بن راشد الاكتبي الحاضر في هذه اللحظات. وخامس المراكز القدوم والحضور في هذه الأثناء من هملولة محمد بن شطيط بن حمد الشامسي هو القادم مع خامس المراكز والمقدم لهملولة الحاضرة بهذا الحضور الكبير والتواجد الممتاز. بينما القدوم على سادس المراكز في هذه الأثناء تتواجد تكريم بشعار خالد بن محمد بن علي الشامسي يقدم لنا تكريم مع سادس المراكز. المركز السابع أتابع في هذه اللحظات شعار نهيان بن حمد بن الأسود العامري يقدم لنا هذا الحضور ويقدم التهاب بهذا الحضور المميز والكبير. بينما القدوم ايضا والتواجد هنا في هذه اللحظات شعار بشار بن محمد بن فهد الرزق العجمي يقدم سلامي سلام هنا في هذا الحضور بهذا التواجد. ولكن من انضمت في هذه اللحظات الرباط بشعار عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري اول نداء لهذا الشعار اول حضور لهذا الشعار الحاضر في هذا الصباح. ايضا الانضمام من مرعوشة سهيل بن احمد بن دري الفلاحي القادم بهذا الحضور القادم بهذا التواجد. لكن نعود والعود احمد الى مقدمة الشوط الى من غير التكريم تكريم تكريم في هذا الصباح. تتواجد مع أول المراكز بشعار خالد بن محمد بن علي الشامسي يقدم لنا تكريم مع البداية مع الانطلاق مع الحضور الكبير. المركز الثاني أتابع مياسة راشد بن سالم بن راشد الاكتبي يقدم لنا مياسة بهذا الحضور بهذا التواجد. الرباط على المركز الثالث بشعار عبد الله بن قصاب بن مصبح راعي الطير العامري العامري لوحة الكيلومتر الأخير. يا مالك تكريم يا مالك تكريم ما يفصلنا عن الفوز ما يفصلنا عن الانتصار. كيلو وحيد كيلو عجيب يا مالك تكريم بدأت تغادر بدأت تنطلق نحو الفوز نحو الانتصار في جائزة زايد الكبرى الكبرى. تكريم تكريم غادرت 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 وطارت نحو الفوز طارت نحو الانتصار. يقدم لنا تكريم خالد بن محمد بن علي الشامسي والعصف الأبطان الخمسمية متر الأخيرة. روح يا مالك تكريم روح روح للفوز روح روح للانتصار. العرض كبير العرض مميز العرض خطير في آخر الأمتار في آخر الأمتار بدون أي أوامر. والعصف الأبطان ما شاء الله عليها ما شاء الله حواليها طارت واستدارت نحو الفوز نحو الناموس. تكريم تكريم تكريم
الكريم مع الفوز مع الانتصار. خالد بن محمد بن علي الشامسي روح للفوز، روح روح للانتصار، روح مالك تكريم. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، اوصلت مشاهدينا الكرام الرباط بشعار عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الحضور والتواجد. المركز الثالث كان الحضور مشاهدينا متابعينا الكرام من الوسمية حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري. المركز الرابع الحضور والتواجد ايضا من ندى لراشد بن سالم بن علي الغيلاني. وخامس المراكز كان الحضور من الشاهينية لهادف بن عبيد بن ماجد المنصوري. تهانينا والناموس لمالكي تكريم على هذا الفوز والانتصار الكبير والمميز من صالح هذا الشعار خالد بن محمد بن علي الشامسي. توقيتها ولحظات وصولها 5 دقائق 58 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كان الحضور من الرباط بشعار عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. قدم لنا شعار مع المركز الثاني ليختطف ثاني المراكز في هذا الصباح بشعاره المميز والكبير. 6 دقائق 2:07 من الثانية. توقيت الرباط ولحظات وصولها. المركز الثالث كان الحضور والتواجد من الوسمية بشعار حمد بن سيف بن محمد العامري. قدم لنا شعار 6 دقائق و2:08 من الثانية. توقيتها ولحظات وصولها مع المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين.